زار وفد من المستثمرين العرب عدة مدن بريف حلب الشمالي والشرقي بهدف الاطلاع على الواقع بهدف الاستثمار. التقينا في تلفزيون سوريا بأحد المستثمرين السوريين ليضعنا بصورة البيئة حاليا إن كانت تساهم في جذب المستثمرين. كما التقينا وزير المالية والاقتصاد الذي أكد على وضع التسهيلات كاملة للمستثمرين الجدد. يعني باخذها منك بشرى انه نزلوا المستثمرين لهون ليشوفوا الواقع. هلا نحن كمستثمرين صرنا بقلب الواقع. كمشروع كمشاريع بهي البلد مطلوبه جدا جدا. وفي منا انطلاقه ان شاء الله تعالى يعني بتفيد الطرفين ان كان المستثمر وان كان المنطقه. هلا اليوم وقت بتقلي مستثمر عربي جاي لهون على المحرر هو عارفان وين جاي وعارفان وين بده يحط مصراته. اليوم قلت لك الصناعه بهمه كذا شغله لانه يقوم بمشروعه، واهم عامل الامان ومن ثم اليد العامله والخبره. اليد العامله متوفره، الخبره متوفره، عداك مع قطعه يلي اسمها ميد ان سيريا، خلينا نحكي شوي بالانجليزي مثل ما كنا نكتب على القطعه، او صنعه في سوريا. اليوم قطعه من كانت سوريا مطلوبه في حتى بكل دول العربيه. هي كان لما السيد رئيس الحكومه زار امريكا من حوالي شهرين التقى مع رجال الاعمال. فاحنا تسهيلات كامله ممكن نامنها، موجود مناطق صناعية وطلعوا طبعا الوفد على مناطق صناعية وكانوا مسرورين جدا، وما كانوا يتوقعوا انه في هيك بعض المنشآت اللي موجودة، منشآت ممتازة والإنتاج بمواصفات قوية على الرغم من الظروف الصعبة اللي بيعيش فيها الصناعيين. بالإضافة لذلك التشريعات اللي بدهم إياها المستثمرين، في تشريعات منها موجودة وفي منها ممكن يتم إصداره إذا طبعا اقتضت الحاجة لأي تشريع، علما أنه معظمها موجود. اثنين، تسهيل دخول المواد الأولية، العمل بالمساعدة على حل مشكلة التسويق اللي هي بالتصدير خارج المنطقة المحررة، راح يتم تشغيل الناس. اثنين، راح يرتفع الدخل لأنه راح يزيد الطلب على اليد العاملة، يعني راح يرتفع الدخل وبالتالي راح يتحسن مستوى المعيشة. حول هذا الموضوع معنا وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري من عفرين. مساء الخير أستاذ عبد الحكيم، كيف تصف زيارة المستثمرين ورجال الأعمال إلى شمال غرب البلاد؟ هل كانت ناجحة؟ مساء النور. طبعا أي مستثمر لما بده يبدأ بالاستثمار بده يدرس الواقع، المنطقة اللي بده يستثمر فيها من كافة الجهات، وكان هذا هدف الزيارة الأولى أنه معرفة الواقع. فتم معرفة الواقع، المخاطر الموجودة، العقبات، من الإيجابيات طبعا في إيجابيات كثيرة تم الاطلاع عليها، أسلوب الإدارة بالمنطقة المحررة، يعني تقريبا صاروا على دراية كاملة بالمنطقة المحررة، وكان هذا الهدف الأول من هذه الزيارة وقد تحقق. يعني ما هي التسهيلات المطلوبة؟ وقلتم بأنكم قدمتم تسهيلات لتسهيل عملية الاستثمار في مناطق شمال غربي البلاد. الآن لحد الآن تعرف صار في 8 مناطق صناعية، في مشكلة بالطاقة هي متوفرة ولكن أسعارها مرتفعة طبعا، ولكن في مشكلة بالبنية التحتية بالشوارع، فعم بيتم تزفيت بعض الشوارع شوي شوي، فعم تتحسن المنطقة باستمرار. في مشكلة التسويق طبعا، التصدير طبعا، هاي عم بيتم تصدير عدد كبير من المواد، ولكن طبعا احنا بدنا يكون المواد مفتوحة لهاي المنتجات السورية. في حلول كثيرة ان شاء الله. في عقبات مثلا يعني ممكن توفير عدم وجود مؤسسات مالية، طبعا هذا بتصير بالتعاون مع الأخوة الأتراك مع دول أخرى لافتتاح بنك أو افتتاح فروع بنوك خاصة في المنطقة المحررة، نجد آلية لتسهيل تحويلات الأموال للمستثمرين، تقديم التشريعات
طبعا في متوفر كثير اشياء، يعني مو انه الحكومه بتقدمها، هي متوفره، اللي هي اليد العامله بكافه انواعها، اليد استاذ عبد الحكيم، هل لا تزال معنا؟ سنعاود الاتصال مع وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري للحديث عن واقع الاستثمار في شمال غربي البلاد، ذلك بعد زيارة وفد من المستثمرين العرب عدة مدن في ريف حلب الشمالي الشرقي. هذه الزيارات تأتي للاطلاع على الواقع بهدف الاستثمار. طبعا يقول وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة بأنه تم وضع التسهيلات اللازمة. نناقش مع الوزير ما هي هذه التسهيلات وما الإمكانات. عاد إلينا على كل حال وزير الاقتصاد والحكومة المؤقتة، كنت تتحدث لنا عن وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة المؤقتة، كنت تتحدث لنا أو تطرقت إلى نقطة تتعلق بمشكلة الطاقة. هل من حلول لهذه المشكلة مع ارتفاع الأسعار؟ كما تعلم هناك يجب أن يكون هناك سعرين للصناعي وللمنزلي. تمام. الآن الطاقة هي طبعا سعرها مرتفع كونها غير مدعومة ويتم استيرادها. طبعا في حلول، مثلا مراوح كهربائية، مراوح هوائية لتوليد الكهرباء، طاقة شمسية، يعني أما هي كطاقة متوفرة، تسهيل الدخول وخروج التجار إلى المناطق، تسهيل إعطائهم التراخيص، عدم دفع ضرائب، حتى إن دفعوا بتكون منخفضة جدا، يعني بحيث تكون مشجعة. بالإضافة إلى ذلك اليد العاملة متوفرة بشكل كبير من كافة، يعني اليد العاملة الخبيرة. ما هي مجالات الخبرة اليوم في شمال غرب البلاد من حيث اليد العاملة؟ ما هي أولى المشاريع التي ستكون أو ربما ستفتتح مستقبلا ضمن أي قطاعات؟ طبعا احنا وضعنا خارطه استثماريه ببعض الاستثمارات، الاقتراحات اللي بتركز بشكل اساسي على المواد الاوليه المنتجه محليا، اللي هي زراعيه كون المنطقه زراعيه. في عندنا مشكله مياه سيد عبد الحكيم، لا زال الاتصال يتقطع من المصدر. نعتذر مشاهدينا عن رداءة الاتصال. كنا كما تعلمون نتحدث، كما تابعتم، نتحدث عن البيئة الاستثمارية في شمال غربي البلاد مع وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة. وصلنا إلى نقطة تتعلق بما هي نوع الصناعات التي يمكن أن تكون مقبلة عليها المنطقة في شمال غربي البلاد، مع الحديث عن زيارة مستثمرين ورجال أعمال سوريين وعرب إلى المنطقة بهدف الاطلاع على واقع والبيئة الاستثمارية في المنطقة، ما إن كانت تجذب فعلا المستثمرين لافتتاح مشاريعهم. ربما العقبات تتمثل كما تحدث الوزير وكما يعلم الجميع فيما يتعلق بموضوع التحويلات المالية أو الأمور المالية في المنطقة، كذلك مشكلات كمشكلة الطاقة ومشكلة المياه حيث الأسعار مرتفعة ولا دعم. للمرة الأخيرة أرحب بك وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة من جديد عبد الحكيم المصري. تفضل، كنت تتحدث لنا عن نوع الصناعات التي من الممكن أن تكون مقبلة عليها المنطقة مستقبلا. هو بصراحة يتم التركيز على على الصناعات اللي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي، مثلا معامل سكر، معامل محالج قطن، وتستقطب طبعا التشغيل العاملة، معامل الكونسروان، معامل ألبان. أشكرك. إلى هنا وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري على المشاركة، شكرا جزيلا لك.